اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. الست فرح علي او فرح بلكونه طالعه تقل ادبها على جماهير النادي الاهلي بسبب المرحوم، وبتوصف جماهير النادي الاهلي انها ما عندهاش ضمير ولا اخلاق وعندها تدني في المستوى الاخلاقي. فرح علي طالعه بتقول ان شيكابالا خلوق وموهوب، وبتقول ما في الخمر يا ليل في شيكابالا، وكانها بتوصف نبي مش بتوصف لاعب كوره. هو اللي بدا بالتنمر وهو اللي بدا بقله الادب على جماهير النادي الاهلي. شيكابالا اللي عمل الحركه الوسخه لجماهير النادي الاهلي، وفرح بلكونه طلعت دفعت عنه وقالت انا لو ما كنت مكان شيكابالا كنت عملت اكتر من كده ردا للاساءه اللي خرجت من جماهير النادي الاهلي. انا في فيديو نزلته امبارح اسمه شيكابالا ظالم ام مظلوم، جماهير النادي الاهلي غلطانه ولا معاها حق، الحكايه من البدايه للنهايه. حضراتكم شوفوه وهتعرفوا شيكابالا كان بيعمل ايه وان جماهير النادي الاهلي رد فعل، وجماهير نادي الزمالك كانت بتعمل ايه وكان في صمت رهيب مني. ده طبعا في فيديو عن صالح سليم وشتيمه الله يرحمه صالح سليم من جماهير نادي الزمالك في عصرنا الحديث ده قبل جائحه كورونا بحوالي مثلا 3 4 شهور، ايام ما كان في حضور جماهيري وكده. طيب تعالوا نسمع ونشوف فرح بلكونه قالت ايه ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش في القناه، وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. ما تنساش تدعمنا بالمشاركة للفيديو بتاعنا على اكاونتك او على اي جروب اهلاوي انت بتحبه. نطلع ونسمع ونشوف فرح بلكونة قالت ايه ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا، يلا بينا. هاي انا عايزة ابتدي معاكم النهاردة الكلام عن موضوع يمكن يكون من اول ظهور برنامج اخبارنا على شاشة قناة الزمالك، والموضوع ده اتكلمت فيه تقريبا مرارا وتكرارا، مش اول مرة اتكلم فيه ومش أول مرة أناقش معاكم باختلاف الصور وباختلاف الأشكال، ولكن هيظل الموضوع مستمر وإحنا هنظل بندافع عن الرمز اللي حضراتكم أو للبعض أو للقلة أو المندسين أو أيا كان الشريحة أو أيا كان المجموعة أو أيا كان عددهم، هنفضل ندافع عنهم. حكاية التنمر، التنمر على شيكابالا زادت وفاضت عن الحد، ولكن إحنا مستمرين مستمرين في الدفاع عنه. الموضوع بقى ممل؟ اه ممل، وصل نوع كبير جدا من انواع، يعني اسفني اقول لحضراتكم، البعض من الوقاحة، قلة الاخلاق، الضمير، اه، ولكن هيظل هو الساحر الموهوب محمود عبد الرازق شيكابالا معشوق القلوب لدى جماهير القلعة البيضاء. هيفضل شيكابالا، شيكابالا عنوان للموهبة على مدار كل السنين وعلى مدار كل الأجيال، جيل بيسلم جيل في عشق شيكابالا. أداؤه الراقي، مدرسة الفن والهندسة اللي بيمتعنا بيها، هيفضل شيكابالا هو الفهد الأسمر الخلوق ابن أسوان وابن النوبة، ابن الأصالة والعراقة المصرية، هيفضل تاج على رؤوس الجميع شئنا أم أبينا. هيفضل عنوان للطيبة وللأخلاق وللكرامة وللمبادئ. عارفين المبادئ أكيد، يمكن تكون مش عند البعض. هيفضل شيكابالا هو برضو رمز الفانيلا البيضة باعتباره قائد وكابتن وقدوة للجيل ده، لهذا الجيل من أبناء الزمالك وكل الأجيال القادمة بإذن الله. علشان كده احنا عارفين ان شيكابالا دايما هيكون مستهدف، ودايما هيكون دورنا ان احنا ندافع عنه ومش هنزهق، ولا هن ولا مش يعني لا نكل ولا نمل. دايما شيكابالا هيتعرض لحملات مغرضه ودايما هنرد بالنيابه عنه. هدفها ايه الحملات دي؟ هدفها ان هي تهدمه وتسيء ليه وتاثر عليه وعلى معنوياته وعلى نفسيته، سواء من بعض الجماهير المغرضه في المدرجات او من بعض الصبيه المتهوره على السوشيال ميديا، ولكن كلها بتلخص في ان هي هجوم واساءه لشيكابالا. ولكن هو مش امر جديد بصراحه، الموضوع بقى مستفز واتعودنا على حدوثه، ويؤسفني اقول ان اتعودنا على حدوثه.
عارفين لما توصلوا حد لمرحلة انه اللي هو احنا نخليك بالعافية ان انت تقبل بالامر الواقع، احنا مش هنقبل بيه ولا شيكابالا هيقبل بيه، بل بالعكس كل ما هتشتموه اكتر وكل ما هتغلطوا فيه اكتر وكل ما هنلاقي البعض بيخرج على النص وعن 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 وعن، هتلاقوا اكتر جماهير الزمالك بتحبه وبتدافع عنه، وهتلاقوا الموضوع بيتحول لمظاهرة في حب شيكابالا، خصوصا لما يكون الزمالك عايش حالة زي ما بنقول لحضراتكم كده من الاستقرار وبينافس على البطولات. ومش هتكلم على التنمر او على انه اللي انا بتكلم فيه ده مخالف لكل الاديان والاعراف، لان احنا اتكلمنا في الجزئيه دي وقلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما اوصلناش بده، وقلنا كلام كتير قوي فيما يخص الملف ده، ولكن بيكرر وبيعاد. براحتكم خدوا ذنوب، انتوا حرين. القله المندسه اللي احنا بنتكلم عليها دي مش عايزه تكون بتمشي ورا منهج الرياضه والاخلاق والدين. براحتكم استمروا، واحنا كمان هنستمر في الرد من نيابه عن شيكابالا، وان لازم يكون اللي بنتكلم فيه ده مرفوض رياضيا وكل لوائح العالم بترفضه، وكمان بتغلظ العقوبات ضد اللي بيرتكبوا مثل هذه الامور. لكن واضح، واضح جدا انها حملات منظمه للهجوم على شيكابالا واحباطه نفسيا زي ما بقول لكم، علشان الحاله دي تنعكس على طول على الفريق وكل اللعيبه، لان هم عارفين انه شيكا الكابتن والقائد اللي بيلم شمل اللعيبه، بيبت فيهم الروح، بيبت فيهم العزيمه، الاصرار والقتال في الملعب، وان دايما وجوده في الملعب كده في اي مباراه سواء بقى شارك 10 دقائق 20 دقيقه ربع ساعه بيصنع الفارق، بيصنع الفارق. واعتقد انه اهدافه ما بتتنسيش ابدا. القائد هو القائد المعنوي للفريق، علشان كده محدش يستغرب توقيت الهجوم على القائد اللي احنا بنتكلم عليه ده، محدش يستغرب ليه شيكابالا بالذات. واضح ان شيكا الموهوب المحبوب، قائد فريق الانتصارات والبطولات، هو الفهد الاسمر، هو ايقونة عشاق الفانيلا البيضاء والفن والهندسة، اسطورة هنقولها، ايقونة عشاق الفانيلا البيضاء والفن والهندسة، اسطورة هنقولها لكم ويمكن البعض يكون بيزعل منها، براحتكم. هو اسطوره غير قابله على فكره للمساس، وهو اسطوره من اساطير نادي الزمالك، ومهما تهاجم او تشتم او تم الاساءه ليه او لاسرته، كل ما هتشتموا شيكابالا اكتر كل ما حبه في قلوبنا بيزيد اكتر واكتر. شيكابالا ابن قريه الحصايه في النوبه باسوان، اتولد في 5 مارس 1986، معجون بحب الزمالك، مش محتاجه اقول لكم شيكابالا بيحب الزمالك ازاي ولا معجون بالفانيلا البيضاء ازاي. من ساعه ما انضم لقطاع الناشئين في النادي وهو عمره تقريبا لا يزيد عن 15 سنه كان بيعشق نادي الزمالك، ارتبط اسمه معاه بالبطولات وبالانجازات، وهقول لكم كده نفتكر مع بعض الانجازات والبطولات يمكن البعض مش فاكرها. فاز ببطوله الدوري 2003 2004، 4 بطولات في كاس مصر 2008 و13 و16 و19، كاس سوبر افريقي 2003 و2020، سوبر محلي كمان في 2020 ومع المنتخب الوطني، حقق كاس امم افريقيا 2010 ودوره حوض وادي النيل في 2010، وتواجد في قائمه منتخب مصر في كاس العالم 2018، حقق الفوز بكاس العالم العسكري 2007. وعلى المستوى الاسري رزق شيكابالا زي ما حضراتكم عارفين في 26 ديسمبر 2019 بمولوده الاول ادم من زوجته ساره، ومن التوقيت اللي بتكلم معاكم فيه ده وهو بيعاني من حملات التنمر والإساءة والشتايم، بغير اللي كانت قبل بقى زواجه وقبل ما يكون عنده آدم، وكل الحملات دي بترفضها كل الأديان، بتجرمها كل لوائح الاتحادات الرياضية الدولية. ولكن هنقول شيكابالا نموذج للإبداع وللمهارات، رمز للأخلاق والانتصارات وللبطولات، هيفضل قائد وقدوة للفريق ومعشوق أول للجماهير، جماهير نادي الزمالك العظيمة مهما كان حقد الحاقدين. في مثل قديم اسمه او بيقولوا عنه نقط تلهيك واللي فيها تجيبه فيك، فرح بلكونه تلهيك واللي فيها تجيبه فيك. طلعت هاجم جماهير النادي الاهلي وكان جماهير الاهلي هي اللي قصده تتنمر على شيكابالا، وبتقول بيتنمر على شيكابالا عشان هو موهوب وخلوق وقائد في الملعب، وجماهير النادي الاهلي بتتنمر على شيكابالا علشان شيكابالا يخرج عن تركيزه، عشان هو القائد اللي بيجمع اللعيبه وعشان يهدوا الفريق. شايفين الجمال؟ شايفين السرد والوصف الجميل اللي يخليك تقع على نفسك من الضحك؟ مش شيكابالا طول عمره مع اللعيبه دي وبيجمعهم وبتاخده على قفاكم؟ ايه الجديد؟ ايه الجديد؟
بقى جماهير النادي الاهلي تتنمر على شيكابالا عشان هو قائد وعشان يفركشوا الفريق وعلشان شيكابالا موهوب وحريف والخ الخ الخ. ايه يا تيتا؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ ايه يا طنط؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ اتكلمي كلام يعقل ويدخل الدماغ. طول ما انتوا بتعملوا اسطوره وهميه ورقيه من اللعيبه مش هتاخدوا منهم حاجه. انتوا فريقكم ولاعيبتكم واحرار. انما تقل قلبك على جماهير النادي الاهلي ده اللي عيب. ده اللي ما يصحش. بدل ما تقل قلبك على جماهير النادي الاهلي اللي هم احسن منك واحسن من شيكابالا بتاعك. حاولي تعرفي ليه النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي بتختصم شيكابالا وبتشتمه. وهي رد فعل على فكره مش فعل. ليه ما شتمتش عبد المنصف؟ عبد الواحد؟ ما شتمتش ليه بن شرقي؟ ما شتمتش ليه اي لاعب في نادي الزمالك؟ اشمعنى شيكابالا؟ ما شتمتش ليه حازم امام؟ ما شتمتش ليه اي لاعب في الفريق؟ اشمعنى شيكابالا؟ لان ببساطه شديده شيكابالا على مدار 20 سنه من ايام ما كان لاعب ناشئ في نادي الزمالك او اي مباراه ما بين نادي الزمالك واي فريق اخر غير النادي الاهلي كان يفوزوا نادي الزمالك بثلاث نقط او بطوله او كاس مصر او يجري على الجماهير ويرقص ابطال على مين يا مش عارف ايه، تعالوا شوفوا الثالثه يمين. وجبنا لكم الكلام ده بالصوت والصوره كلنا شفنا الفيديوهات. يعني جماهير النادي الاهلي مش طرف ان انت طالع بتتريق او بتقل قلبك على اغنيه انا مالفها لفريقي علشان بوصفهم بالابطال وبوصفهم ان هم جماهير، بوصفهم ان هم فريق عالمي وفريق محترم وفريق يستحق التشجيع. انت يا شيكابالا طالع انت وجماهير نادي الزمالك بتتريق على الاغنيه بتاعتي بتشتمني بتشتم فريقي. طب ما انا هرد عليك، هرد عليك بأسوأ شيء ممكن تتوقعه. شيكابالا عنده تعالي ان هو يعتذر، طالعه تقولي ابن النوبه ابن اسوان، مال النوبه ومال اسوان ومال اللعبه دي؟ بلاش اللعب بالكلام، بلاش اللعب بالمشاعر الجماهير، ما كلنا اهلنا اسوان وقنا وسوهاج والزقازيق ومصر واسكندريه، ما كلنا اهل، هو احنا عايشين في كوالالمبور، ما احنا من نفس البيئه، من مصر. بتضحكي على مين وتقنعي مين ان الاهلاويه بتنمروا على شيكابالا؟ شيكابالا هو من بدا بالتنمر يا ست فرح، شيكابالا هو من بدا بقله الادب يا ست فرح. لكن انت وامثالك من خالد فطوطه واحمد جمالات وهزاز الرؤوس بتقلبوا وبتزيفوا الحقائق، بتقلبوا عنق الحقيقه علشان ايه؟ علشان ايه؟ عايزين تبوظوا فرحه النادي الاهلي بالبطوله العاشره فتختلقوا موضوع من لا موضوع. اثنين ثلاثة ولا خمسة ولا 10 ولا 12 طلعوا شتموا شيكابالا في فيديو مثلا في الشارع ولا بتاع، مال النادي الاهلي؟ مال جماهير النادي الاهلي؟ دول 5 6 20 واحد جماهير النادي الاهلي 80 مليون اهلاوي في مصر ومليار ومليارات ولا مليار حول الوطن العربي وفي اوروبا وفي اسيا وفي اي مكان هتلاقي جماهير للنادي الاهلي. يعني اللي انا عايز اقوله يا فرح يا بلكونه، مرتضى منصور طلع وقال انت بتعملي ايه واللي جبت لكم الفيديو ده، مرتضى منصور بيتريق على فرح علي وقال لها انا كلامي مش معاكي كلامي مع جوزك، فاكره فروحه وما قدرتيش ترد على ولي نعمتك مرتضى. طلع بتقل لي قلبك على جماهير النادي الاهلي؟ جماهير النادي الاهلي اللي هي محترمه اللي ما بتسقش لحد غير لما يبقى هو اللي بادئ، عمر ما جماهير النادي الاهلي كانت فعل للاسف، طول عمرها رد فعل، طول عمرها رد فعل. واسالي نفسك ليه مفيش لاعب من نادي الزمالك بيتشتم غير شيكابالا؟ ليه؟ وامام عاشور مؤخرا بعد قله الادب اللي حصلت منه، ما في 100 لاعب في نادي الزمالك، اشمعنى بس شيكابالا اللي بيتشتم؟ اشمعنى هو؟ اسالوا نفسكم لما يجي واحد يقول فلان ضربني، يقول له ضربك ليه؟ اول حاجه بيقول ضربك ليه؟ شتمك ليه؟ انت عملت له ايه عشان شتمك؟ مش كل شيء وله رد فعل. احنا رد فعل على اللي بيعمله شيكابالا، شيكابالا لو طلع واعتذر وقال انا اسف لجماهير النادي الاهلي ما حدش هيعمل له حاجه، خلاص عفى الله عما سلم، انما يروح مطلع منزل في الستوري بتاعه صوره ليه من فيديو هو كان بيشتم فيه جماهير النادي الاهلي وبيعمل كده وبيعمل كده، يعني دي رجوله؟ وتقول ابنه ومش ابنه ومراته ومش مراته وبتنمروا عليه بلونه، لونه ايه؟ لون المال لونه؟ بتكذبوا الكذبه وتنشروها عشان الناس تصدقها. ده غلط في جماهير النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي شتمته، لا قالت لونه ولا سقطته ولا نعته، طلعوا لنا فيديو بلونه.
انا بتحدى ان انتوا تطلعوا لنا فيديو جماهير النادي الاهلي قالت لونك يا شيكا او لون مراتك او لون، طلعوا لنا فيديو ولا هو كلام مرسل وخلاص؟ ما سهل الكلام سهل، المهم فين الدليل؟ يا فرح على راي مرتضى اتلم، لان كده انت بتجيب الاساءه لنفسك وانت واحده ست. اتعاملي مع الجماهير ان انت تتكلمي مثلا في الكوره، اتكلمي في الكوره النسائيه، اتكلمي في فريق الطايره. يعني انا ما بحبش ان انا اقول لك روحي على المطبخ، لان انت اكيد حتى المطبخ بيبقى محتاج لحد فنان، حد فاهم، وانا اظن ان انت حتى المطبخ اكيد هتكوني فاشله فيه. فيا فرح اتعد لي علشان ما نجيبش سيرتك. طول ما انت هتجيبي سيره النادي الاهلي وهتجيبي سيره جماهير النادي الاهلي هنطلع نرد عليكي، بس احنا بنرد بادب وباحترام، لان اللي بنخاطبهم ناس مين غير اللي انت بتخاطبيهم خالص. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الاشعارات عشان يوصل لكم كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. ما تنسوش تدعمونا بشير للفيديو بتاعنا على الاكونت عندك او على اي جروب اهلاوي انت بتحبه. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.